بك سلام. أهلا بك. أنا ستضعنا بصورة المستجدات الميدانية مع تقدم الجيش العربي السوري بمشروع 1070 شقة وسيطرته على 25 كتلة من الأبنية. تفضل. نعم، يستمر التقدم الاستراتيجي الذي يحرزه الجيش العربي السوري على هذه الجبهة تحديدا، وهي جبهة استراتيجية. كما ذكرت، الجيش العربي السوري سيطر على عشرات الكتل السكنية الواقعة على محور 1070 شقة، ويقترب الجيش العربي السوري خلال هذه السيطرة إلى الجهة الغربية، يعني نحن نتحدث باتجاه جهة مدرسة الحكمة. هذه السيطرة بطبيعة الحال جاءت بعد اشتباكات عنيفة خاضها الجيش ضد عدد كبير من الفصائل المسلحة، أبرزها جيش الفتح الإرهابي، والذي تراجع نحو الخطوط الخلفية، والتي تم استهدافها عبر كثافة نارية غير مسبوقة من قبل مقاتلات الجو السورية، التي تستمر بطبيعة الحال في استهدافاتها نحو الجهة الجنوبية الغربية والجهة الغربية، الجهة الغربية عند الراشدين الرابعة والخامسة، لاستمرار منع أي محاولة إمداد للمسلحين وللإرهابيين المتواجدين على محور الكليات، والذي دمر الجيش العربي السوري على هذا المحور عدد من الآليات للمجموعات الإرهابية المسلحة عبر صواريخ موجهة. في العودة إلى بداية هذا المحور وجهة 1070 شقة، كما ذكرت لك، السيطرة على هذه الكتل وعشرات الكتل تعني بأن الجيش العربي السوري باتت الطريق مفتوحة أمامه للتوجه نحو مدرسة الحكمة، التي تعتبر بطبيعة الحال بوابة الجيش نحو الراشدين الرابعة والخامسة. كل هذا المحور سواء الجنوبي والجنوبي الغربي بات تحت الإشراف الناري للجيش العربي السوري. نتحدث عن جهة 1070 شقة، نتحدث عن مواقع الجيش الاستراتيجية في العامرية وفي معمل الإسمنت في الشيخ سعيد، إضافة أيضا إلى أطراف الراموسة. كل تلك المحاور يتواجد فيها الجيش ويشرف بطبيعة الحال ناريا ويرصد أي تحرك للإرهابيين، إضافة أيضا إلى الكثافة النارية التي تحدثت عنها، وهي غير مسبوقة يستخدمها الجيش سواء عبر المدفعية الثقيلة وسلاح الصواريخ ومقاتلات الجو السورية، والتي لم تقتصر استهدافاتها فقط على محور الكليات والإرهابيين الذين متواجدون على هذا المحور، بل طالت أيضا مواقع الإرهابيين سواء في الريف الغربي والجنوبي وصولا إلى خزان الإرهابيين البشري، من ناحية الخزان البشري وأيضا العتاد في ريف إدلب الشمالي. وحقق الجيش العربي السوري إصابات وخسائر فادحة في صفوف الإرهابيين. إذن هي تطورات جديدة يشهدها وتشهدها جبهات مدينة حلب، لا سيما الجبهات الأهم استراتيجيا، الجبهة الجنوبية وأيضا الجنوبية الغربية. سناء، نعم، بطبيعة الحال معلومات جد هامة وفيتنا بها أنا سادة فيما يتعلق بالتطورات الميدانية، وسوف نكون معك فور ورود أي جديد، لكن فيما يتعلق بالناحية الخدمية ماذا عن التفاصيل؟ عبر الطريق البديل سناء الذي أوجده الجيش العربي السوري تستمر ويستمر ورود القوافل سواء المحملة بالمواد الغذائية والتموينية والإغاثية أيضا، إضافة إلى القوافل الأخرى التي تضم المحروقات من بنزين ومازوت وغاز. وهذه القوافل بطبيعة الحال، إذا ما تحدثنا عن القوافل الغذائية، يتم توزيعها وبيعها عبر نقاط البيع التابعة لمديرية التجارة الداخلية والتموين، إضافة إلى السيارات الجوالة الموجودة في أحياء حلب. أما بالنسبة للغاز أيضا، يتم توزيع مادة الغاز وبيع هذه المادة عبر شاحنات، وفي ظل وجود لجان رقابية من المحافظة في أكثر من حي وفي أكثر من منطقة في مدينة حلب. أما بالنسبة للبنزين، هنالك حاجة ماسة لكي تزيد وزارة النفط من إرساليات محافظة حلب لكي تغطي الاحتياجات الكبيرة لحلب. يعني على سبيل المثال، اليوم لم تصل قوافل المحروقات إلى مدينة حلب باعتبار أن اليوم هو يوم عطلة بالنسبة لورود القوافل من المحروقات، وبالتالي محطات الوقود اليوم توقفت عن العمل، وبالأساس هي لم تقوم بتوزيع ما يكفي يعني حاجة مدينة حلب ومحافظة حلب. بطبيعة الحال في هذا الشأن سارعت إلى تنظيم بيع مادة البنزين سواء عبر تنظيم السيارات من ناحية، ومن ناحية ثانية توزيع بحسب آخر الأرقام للوحات التابعة لهذه السيارات سناء. هذا يعني كل ما يهم الواقع بطبيعة الحال
الخدمي في مدينة حلب. يضاف إلى ذلك بعض وردت مرة أخرى للإخبارية السورية حول قيام عدد من شركات النقل الداخلي، أي التي تقل المسافرين إلى المحافظات السورية، برفع تعرفة الراكب من حلب على سبيل المثال إلى اللاذقية لتصل إلى 10,000 ليرة سورية، أي أضعاف مضاعفة عن ما كان يتم الحصول عليه في وقت سابق. وهذه الشكاوي وردت لنا وننقلها بطبيعة الحال عبر شاشة الإخبارية السورية، مع العلم أن محافظ حلب خلال لقائنا معه يوم أمس قال بأن لا رحلة تم تسييرها عبر هذا الطريق، الطريق البديل، كون أن العمليات والإصلاحات مستمرة لتعبيد هذا الطريق، إلا أن المدنيين وبعض أبناء حلب أكدوا لنا بأن بعض الشركات الخاصة قامت بتسيير الرحلات عبر هذه التعريفة المرتفعة. في العودة إلى سريعا إلى الواقع الميداني في مدينة حلب، يعني الحصيلة، حصيلة الضحايا، ضحايا القذائف الإرهابية التي استهدفت يوم أمس وصباح هذا اليوم الحمدانية وصلاح الدين وسيف الدولة وجمعية الزهراء، ارتفعت لتسع شهداء وما يزيد عن 30 آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، وهي حصيلة جديدة تضاف إلى حصيلة المئات من الشهداء والجرحى الذين ارتقوا نتيجة استمرار هذا الاستهداف الإرهابي عبر شتى أنواع القذائف، مدفع جهنم، الهاون، وحمم واحد، وأيضا القذائف الصاروخية. سناء، أشكرك على كل هذه المعلومات. أنس رمضان مراسل إخبارية سوريا في حلب، وسوف نكون معك في محطات قادمة لمتابعة آخر التطورات والتفاصيل. شكرا لك أنس، شكرا جزيلا.